هذا البرنامج برعاية كريم هايبر ماركت. يلا راح نشوف اليوم محمد الخالدي بشكل آخر. أنا بوعدكم أطلع الشخصية اللي اللطيفة هاي الحلوة يا إخوان. محمد الخالدي على أرض الواقع ترى خفيف دم، بشوش، بضحك، بمزح. إن وحد الله يزم تنفسك اللي بتطلع على أرض الواقع. راح نلعب أنا وياك أول إشي تحدي كيف معلوماتك العامة أكيد كإعلامي مفروض تكون فوق الخيال. هم 20 سؤال، 10 إلك و10 إلي. 20 يلا ابدا بسؤالك. بتحب انا ابلش اسال؟ ابدا انت مسامحك. ابدا أنا. طيب سيدي، السؤال بيقول يا محمد الخالدي، ماذا يحد تونس من الشرق؟ شرق تونس. شرق تونس، هل هو البحر الابيض المتوسط ام البحر الاسود ام البحر الاحمر؟ ابيض متوسط طبعا. الابيض المتوسط صح مليون في المية. سيدي السؤال عندك، تفضل. كم لون علم جزر القمر؟ يا حبيب الله كم لون علم؟ ما تعدهم، مش احكي لي كم واحد، ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة؟ خمسة. يلا كويس صح؟ صح 100%. ممتاز سيدي. السؤال بيقول أين تقع جزر القمر يا محمد الخالدي؟ المحيط الهندي، المحيط الهادي، أم المحيط الأطلسي؟ هي مش الأطلسي أكيد. تمام، الهادي أم الهندي؟ الهادي. الهندي. خلاص الهندي. لا تقول لي ركز، الهندي. جواب نهائي. نهائي، مع انه المهندس قاعد تقول لي غلط غلط خسر. غلط غلط خسر على السريع. هي مستعجله تخسرني. حاسب لك اياها لعناك. طيب من باب الزماله بينهم ماشي، هي واحده باس هيك اعتبرها. ممتاز. اقوى أوكي. عظم في جسم الانسان يا استاذ اسامه؟ عظمة الفخذ. كويس. ممتاز سيدي 100%. من قام بتأليف معجم لسان العرب؟ هل هو أبو الطيب المتنبي أم امرؤ القيس أم ابن منظور؟ ما إنك هيك صعبتها. شو أبو الخالدي؟ نعم. سهلة سهلة، المفروض أنها سهلة. عيد الخيارات. أوكي الخيارات، أبو الطيب المتنبي قام بتأليف معجم لسان العرب أم امرؤ القيس قام بتأليف معجم لسان العرب أم ابن منظور؟ نقدر نستبعد امرؤ القيس، لأن امرؤ القيس جو معلقات واشياء وكذا. ما نقدر نستبعد ابن منظور كمان. لا بدك تركز معي. ما هو هيك بتغششني انت. خلص ابن منظور. ابن منظور. طيب صح 100%. ابو الطيب المتنبي شاعر فهو بعيدا عن مؤلف معجم له علاقه بالعرب. يلا سيدي سؤال لك. الروماني. نعم. شو الوان العلم الروماني؟ في اتوقع برتقالي. خليك شوي اقرب من برتقالي. اصفر. كويس الاصفر. اوكي اصفر. نعم دائما انت بتعرف الازرق. ايوه السما كويسه. ايوه في لون والله العظيم ناسيه. في لون دائما احنا يعني النشامه احمر بنحبه يعني. احمر, أحمر. اصلي سيدي حلو هيك. قد ايه صارت نتيجه سعاد؟ كنت متعدلين. متعدلين. بدك تفوز هاي بفوزك ما في مشكله. لا سيدي بدك تفوز انت بفوتك. يلا يلا يلا. سؤال بيقول كلوريد الصوديوم هو الاسم الكيميائي لي ملح الطعام، سكر الطعام، ملح الطعام عشان ما تنسى. ملح الطعام صح ابو الخالدي. فخم سيدي فخم. طيب طيب عندك جبال ايفرست. جبال ايفرست اي قاره؟ سهله. ايفرست ب قاره اسيا. 100% اسيا صح. ماشي صح مشينك. ماشي صح. يلا عالمي. يلا انت العالمي. ما هو المعنى لاسم دوله اسبانيا؟ دوله الارانب، دولة القطط، أم دولة الثيران؟ ركز. يعني شوف أنا ما بعرف صراحة، بس أحكي لك الثيران. ركز. ما أحكي لك الثيران، ما في عندي ولا بعرف أرانب. ما فيش. من وين جبت هذا السؤال؟ والله تسأل سعاد من جبت. والله سؤال جدا أسأله من جبت السؤال. معنى دولة إسبانيا أنا ما بعرف صراحة، فأنا حتوقع على إنه يعني هم بيحبوا لعبة الثيران، فراح اتوقع الثيران وراح يطلع غلط. غلط. دولة الارانب سيدي. اران اسبانيا. نعم. اسبانيا. نعم. ارانب. نعم دولة. هذا السؤال لازم نعرف سعاد من جابت المعلومة. ما ضروري. اوكي طيب حاول نغلطك جوجل. افتح اقرا عن اسبانيا سعاد. ولا لازم والله. لا حقها حقها حقها. اوكي سيدي عندك جزيرة بالي وين موجودة؟ جزيرة بالي تكون في اندونيسيا سيدي العزيز. ما شاء الله وانا رحت عليها سياحة. سعاد مصر انك انت مش عارف الاسئلة. ماشي سعاد. لا والله على بالي. يلا ماشي. يلا خمسة أربعة يا سعاد مش هيك؟ الدنيا بقول لك والله العظيم الدنيا ربنا والله ما منغش. خمسة أربعة مش هيك؟ خمسة أربعة لي سيدي تمام؟ ما اسم الجسر الذي يربط بين السعودية والبحرين؟ هل هو جسر الملك فهد؟ هل هو جسر الملك عبد العزيز؟ أم جسر الملك فاروق؟
مش ملك فاروق، هو يا ملك فهد يا ملك عبد العزيز. وانا صراحه ما بعرف، بدي اتوقع انه جسر الملك عبد العزيز، وبدي اغلط كمان مره. جسر الملك فهد. جسر الملك فهد صح، احسب لك اياها نقطه. اصلي اصلي سيدي. ماشي. حروف الانجليزي كم حرف يا اسامه؟ A B C D E F G H. اذا عديتهم هيك ما راح يطلعوا معك. يلا N هيك كم صاروا؟ 11. O P Q R هيك صاروا 15. ممتاز. O P Q R S T U نسيت حرف الانجليزي. S T U V W X Y Z. ايوه. كيف طلعوا معك هيك؟ قديش؟ والله العظيم نسيت. ايوه ما انت حسنا 20 23 على حسبتك 23 صحيح؟ طبعا لا، لانك عديت A B C D، انت عديتهم بسرعه 26. اي دي خلص هاي احسبي له يا غلط. غلط غلط ثلاثة. انت عديت 23 على اصابعك ترى من راجع التسجيل. اصابعك عنده 23 بس. يلا سؤال بيقول ماذا او ما اسم انثى الجمل؟ سهل خياراتك. يلا سهل ما هي علاقة الجمل. انت بتعطي خيارات انا بعض. والله روح جيب، مش روح جيب الجمل، روح جيب شو انت بتعطي خيارات. ليش ماشي انا راح الف لك خيارات. هو فيش خيارات في الجو. ناقه يا زلمه سرع الخيارات. طيب بورتو في البرتغال على اي محيط تطل؟ محيط هيك بيجي نص كويس. اعطيني خيارات. يلا بعطيك خيار. الاطلسي. طيب كويس الاطلسي دير بالك. او الهندي. منيح الهندي برضه. الهندي بعيد. حلو. او الهادي. هذه تحت كثير. كويس هيك شايف انا بساعدك انت بتساعدني. والله انك فخم. نحن على بعض زملاء اعلاميين. نحن على بعض. طبعا هلا بس انا مش حاسس انك حتحن علي الاخر بس ماشي. ماشي يلا اوكي. السؤال سيدي بيقول كم عدد اللاعبين بكره القدم لكلا الفريقين؟ 22 لاعب. الله عليك ابو الخالدي. والسؤال عندك سيدي تفضل. والله انا اشوف حاطط لك هي سؤال انا ما بدي اسالك اياه. اوكي عشان تكون انت واقعي. عمله البحرين شو هي؟ خيارات. الريال. دولار. ريال. الريال وريال ترى سعودي مهم دير بالك. ودينار. لا دينار بحرين. دينار بحرين دينار. يعني عليك. دينار كويس. بحرين. يلا تمام. 7-7 النتيجه سيدي. احنا ضايلنا كم سؤال؟ ضايلنا سؤالين. ضايلنا سؤالين. يلا روح. ما هي عاصمه بلجيكا؟ بروكسل. بروكسل صح ابو الخالدي فخم. كويس عندك سيدي. والله اني حاطط لك احكي لك شغله. اسالني مش لا منين بدي اسالك اياها. ليه؟ لانه هي حاطه سؤال توقعك فيه. طيب فانا ما بدي اوقعك. اوكي شوف كيف اسامه. والله انت تحفظ بس اسالني بلكي اكون عارف الجواب. تحفظ خط الرجع. تحفظ خط عشان ادير بالي عليك هون. شو الطبقه اللي في الجو اللي لازم كنا ندير بالنا عليها والا بيصير فيها خلل؟ طبقه الاوزون. يا عيني عليك ممتاز. هذا السؤال تاليف من عندك؟ من عندي. وحش عشان طيب. ما توقع بس انا قربت على سؤالها بس هي سالت سؤال اصعب. اوكي السؤال العاشر سيدي. العاشر ما هو العضو الذي يستخدم الثعبان في الشم؟ يا رجل اصبع اجر الثعبان. ما فيش اصبع رجل ثعبان طبعا. مش فيش. خالد موجود عند كل البنات ترى والبنات بيستعملوه كثير. موجود عند الشباب واحنا بنستعمله اقل يعني. يعني لا حسب يعني بس البنات أكثر. معروف عنهم بيستعملوه اكثر شيء. قصدك لسانهم يعني؟ صحيح 100% لسان. الله يسترنا بستره من الليله. سؤال اخير عندك. شايف كيف؟ حلو عشان تكون انت واقعي. الله انك فخم وعارف انه الوضع صعب. قول سيدي. انا بدي اقول لك قبل ايام الاردن احتفل بذكرى. ايش هي الذكرى؟ ذكرى المئويه. تمام 100% من عندك برضه. احنا متعدلين سيدي. ابدا متعدلين اسامه عشان ضل 10-10 عشان سعاد ما توقع بيني وبينك. 9-9 ما حدا راح يوقع. 100% زملاء حبيبي بالاعلام حبيبي. هذا البرنامج برعايه كريم هايبر ماركت.